لاطلاع على التفاصيل معايا ياسر شميس مراسل بوابة الأهرام في البحيرة. ياسر مساء الخير، إيه الجديد النهارده في هذا الحكم؟ مساء الخير يا استاذ معتز. النهارده في زي ما حضرتك قلت محكمه جناح رشيد برئاسه المستشار عمرو عبد الملك امرت حكمت بحبس 56 متهم من المتهمين في غرق مركب رشيد، وبراءه متهمه واحده كانت متهمه صاحبه مركب كانت متهمه بتوصيل الغرق من الشاطئ الى المركب في عرض البحر، المركب الغارق في عرض البحر. المتهمين كان فيهم 32 حضوري، اتحكم على 31 فيهم حضوري والستة اخذت براءة، وفي 25 محكوم عليهم غيابيا هربانين. المحكوم عليهم منهم اصحاب المركبين اللي هم مركب الرزق باذن الله ومركب الحاج فتحي عابدين، دول في ثلاثة من ملاكهم كانوا موجودين ضمن المحكوم عليهم، دول أخذوا 10 سنين حكم بتهمة القتل الخطأ وثلاث سنين بتهمة النصب، وأخذ أحدهم أربع سنة بتهمة تشغيل عمالة بدون ترخيص وغرامة 20,000 جنيه، وتم مصادرة المركبين. وهم يعني تمكنوا من الهرب بعد الحادث على طول ولا امتى يا ياسر؟ اللي هربوا بعد الحادث على طول يا استاذ معتز، اثناء الضجه اللي كان اثرها الحادث. طبعا هم ناس يقدروا يعني بطرقهم، اللي بيعرف يهرب الاف البشر دول اكيد هو عنده وسيله انه يهرب بيها يعني. معظمهم خرجوا بره البلد حسب الاقوال اللي اتقالت، معظمهم خرجوا بره البلد والشرطه لم تتمكن من الوصول اليهم. طيب. معظم السماسره اللي اشتغلوا على القصه دي اخذوا احكام بالحبس 7 سنين بتهمة القتل الخطأ والحبس 3 سنوات بتهمة النصب. ما عدا 4 متهمين دول كانوا اخذوا 2 سنين فقط بتهمة اخفاء متهمين، و3 متهمين برضو غيابي دول بتهمة النصب فقط، لكن كل الحضوري اقل حد فيهم اخذ 7 سنين بتهمة القتل الخطأ. حضرتك فاكر ان المركب دي كان عليها يعني طلع منها 203 ضحية من المصريين والأجانب، وكانت تم إنقاذ 169 فرد. الحقيقة المركب دي كانت نقطة فاصلة جدا في التعامل مع قضايا التهريب، بعدها تم التجديد، الحكومة شددت جدا خاصة على السواحل، وتم وقف تراخيص عدد كبير جدا من المراكب اللي كانت تشتغل برخص مؤقتة من حرس الحدود، والمراكب وبيجري حاليا من الوقت ده مراجعه كافه التراخيص وتم تجديد تمام كافه الاجراءات. ياسر، يا ترى النهارده في قاعه المحكمه لدى النطق بالحكم، يعني ازاي كان رد فعل المتهمين في القفص؟ الحقيقه سواء رد فعل المتهمين او اهالي المتهمين كان رد فعل هستيري جدا، وكانوا رافضين، وكان في حاولوا الاعتداء على اي حد ماسك كاميرا، ولكن الشرطه الحمد لله تمكنت من ان هي تخرج الصحفيين والكاميرات الناس اللي كانت بتصور من الباب الخلفي للمحكمه. وسبق قبل كده ان اهالي المتهمين في جلسه من الجلسات كانوا اعتدوا على طاقم التصوير الخاص باحدى القنوات الفضائيه. الوضع متوتر جدا، حضرتك عارف معظمهم من رشيد وكفر الشيخ والمكان قريب جدا، ويعني وعدد المتهمين الكتير انه يعني 32 متهم حضوري، لو كل متهم جاي له 5 من اهله فالعدد بيبقى كبير جدا. عدد كبير ومعظمهم بيقولوا ان احنا براءة واحنا ما عندناش حاجة واحنا مظلومين، فالاحكام كانت صادمة جدا بالنسبة لهم، خاصة ان دي تقريبا الحد الاقصى للعقوبة في الجرائم المماثلة اللي هي تهمة القتل الخطأ اللي هو 10 سنين حد اقصى للعقوبة، بالاضافة ل 3 سنين نصب يعني 13 سنة. فالعقوبات كانت صدمة كبيرة بالنسبة لهم. وحاولوا يعني حاولوا الاعتداء على الصحافة وعلى أي حد موجود. تمام، بشكرك جدا على كل هذه المعلومات. أستاذ ياسر شميس مراسل بوابة الأهرام في البحيرة.